بلبل تركي عالماشي مع محمد نجيب. من أهم المصطلحات العائلية في اللغة التركية هي كلمة أبوين، وهي أيضا كلمة عربية أبوين. أبوين بتطلع بحرف الفي، وأكيد بتختلف حسب المدينة، يعني فيها لهجة بتطلع بواو ولا بتطلع في، لكن باسطنبول منقول أبوين. أيضا ممكن نقول كلمة إيش اللي هي الزوج أو الزوجة، فينا نستخدمها للمذكر وللمؤنث، هو شريك الزواج سواء كان مذكر أو مؤنث بنسميه إيش. لكن في كلمة تانية وعادة نستخدمها أكتر شيء في حجز الأوتيلات، منقول كر كوجا، يعني زوج وزوجة. الكر هي الزوجة والكوجا هو الزوج، كر كوجا. الابن هو أغول، الابن حصرا يعني الذكر هو أغول، في حرف اليومشقة هلأ طلعت معي أنا بتشبه الغي عشان تسمعوها مزبوط، أول وقز، القز هي البنت. إذا بدي أقول عن الأخ بقول إركيك كارديش، يعني الأخ الذكر هو إركيك كارديش، وعادة بيكون هو أصغر منك. أما إذا كان أكبر منك الأخ الكبير بتسميه آبي أو هي آغا باي، فبتصير بالمتعارف عليه آبي. إذا كانت أخت منقول قز كارديش، قز يعني بنت، كارديش يعني أخ، فالأخ البنت يعني هي الأخت قز كارديش، ومنقول عنها أبلا. بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب.